أوديولابي، شارك المعرفة. أوديولابي تقدم 11 نصيحة لتصبح سريع البديع. مرحبا بكم أيها الرائعون في مقال صوتي جديد. بداية، ادعم قناة أوديولابي بالضغط على زر لايك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديدنا. كيف تكون سريع البديع؟ تقول جي كي رولينج في أحد كتبها أن سرعة البديهة هي أعظم كنز قد يمتلكه الإنسان. يمكن لشخص حاد الحواس الفوز بالأشخاص بسهولة، ويمكن له الحصول على ما يريده من العلاقات لأنه قادر ببساطة وتلقائيا على سحر الآخرين والتأثير عليهم. وبعبارة أخرى، فإن تعلم كيف تكون سريع البديهة هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك استغلالها لعلاقاتك ونجاحك في الحياة بشكل عام. فيما يلي بعض النصائح التي سوف تساعدك على أن تكون سريع البديهة، ولكن قبل أن نكمل وفي هذا السياق ندعوكم للاستماع إلى ملخص كتاب صوتي قوة العقل الباطن لجوزيف ميرفي، قراءة مروان بن حفصية. حمل نسختك عبر الرابط الذي سيظهر الآن. أولا، امتلاك المنطق السليم. الأمر الذي يجب معرفته عن الأشخاص الأذكياء هو أنهم قادرون على الحكم على الوضع كما هو، ويشيرون إلى الحقائق ولديهم فكرة جيدة حول ما يجري. يتم تطوير الحس السليم عن طريق الإبطاء والتفكير ماليا في الأشياء. لا تتفاعل بسرعة مع المواقف أو التعليقات. ثانيا، تعلم المزيد عن لغة الجسد. ضع في اعتبارك أن التفاعل مع المواقف والأشخاص الآخرين يتضمن لغة جسدك بقدر ما يستخدم كلماتك، مثلما يمكنك إظهار الجهل أو التحيز من خلال لغة جسدك دون قول كلمة واحدة. يمكنك أيضا إظهار السخرية دون قول كلمة واحدة. لذلك لا يهم كم أنت ذكي لفظيا، إذا كنت ترسل رسالة معاكسة من خلال لغة جسدك فإن كلماتك ستكون بلا معنى. ثالثا، التمتع بحكمة أكثر. يعرف الأشخاص سريع البديهة الكثير من الأشياء. إنهم قادرون على الاستفادة من حكمتهم وإيجاد زاوية فكاهية بسبب ذلك. الحكمة تأتي من التجربة والانفتاح على الأفكار والمنظورات الجديدة. انظر دائما إلى التجارب بفضول، واطرح أسئلة حول كل تجربة لديك. ماذا يمكنك أن تتعلم من التجربة؟ ما الذي يمكنك التخلي عنه لجعل حياتك أفضل؟ رابعا، تعرف على ما يجعل الناس يضحكون. لتكون سريع البديهة عليك أن تجعل الناس يضحكون، مما يعني أنك بحاجة إلى فهم ما يراه الناس مضحكا في المقام الأول. من المهم ملاحظة أن ما قد يجده بعض الأشخاص مضحكا قد لا يكون مضحكا بالنسبة لآخرين. لا يتعلق الأمر أيضا باختراع نكتة على حساب شخص آخر، بل يتعلق الأمر برؤية الفكاهة في موقف ما ثم توجيهها بطريقة ذكية. خامسا، فهم لغتك. لا تتوقف أبدا عن تحسين مهاراتك في التواصل. يمتلك الأشخاص الأذكياء طريقة في استغلال اللغة والتي لا يمتلكها الكثير من الأشخاص الآخرين. لا يلقون الكلمات بطريقة غير منظمة. إنهم سريعون بكلماتهم وغالبا ما يضطر عقلك إلى اللحاق بما يقولونه. سادسا، كن فراشة اجتماعية. إذا كنت تريد أن تتعلم كيف تكون ذكيا، فاخرج وكن اجتماعيا مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص. لاحظ كيف يختلف الناس وكيف يتفاعلون بشكل مختلف. سابعا، تسكع مع أشخاص أذكياء. بطبع كونك فراشة اجتماعية لن يساعدك على أن تكون بارعا إذا كنت محاطا بأشخاص سخيفين. لذلك اقضي وقتك مع الناس الرحيمين والنضجين. هؤلاء هم الأشخاص الذين سيساعدونك في رحلتك نحو تكوين سرعة بديهتك. ثامناً، اعترف بأنك لا تعرف كل شيء. المشكلة هي أن الكثير من الناس يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء حتى يظلوا عالقين في مكانهم الحالي. لا يمكنهم الحصول على أي فكرة جديدة عن أي شيء لأنهم لن يسمحوا بذلك. عندما تكون قادرا على قبول أنك لا تعرف كل شيء، يمكنك البدو في أن تصبح أكثر حكمة. تاسعا، العمل على تطوير ذاتك. لن تجد أشخاصا بارعين لا يسعون باستمرار للحصول على المزيد من أنفسهم. خلاصة القول هي أن تطوير ذاتك يؤدي إلى الذكاء، والذكاء هو المفتاح لتحظى بسرعة البديهة. لذا اعمل على تطوير مواهبك الحالية واكتشاف مواهب جديدة.
وتحرك نحو أي أحلام وتطلعات لديك في الحياة. عاشراً، ملاحظة الأشياء الواضحة. جزء كبير من كونك ذكياً يتعلق بسرعة ملاحظتك والتحدث عما يحدث بشكل واقعي. التعود على رؤية ما هو واضح من حولنا ليس سهلاً كما يبدو. يتطلب ذلك أن نكون حاضرين بالكامل وننظر إلى بيئتنا بطريقة منطقية. 11. التوقف عن إطلاق الأحكام. آخر شيء نقترح القيام به لتكون سريع البديهة هو البدء في التوقف عن إطلاق الأحكام في حياتك. إن الحكم على الناس والأحداث سيقف دائماً في طريق قدرتك على رؤية الوضع على حقيقته. اقرأ هذا المقال بمزيد من التفاصيل عبر مدونة أوديولابي audiolabi.blog. استمع إلى أروع المقالات والملفات الصوتية عبر موقعنا www.audiolabi.com.